السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة أبدع واستمتع كرييتس فان. النهاردة بنتكلم عن أحد النقاط اللي بتهم منشئ المحتوى، وهو إزاي تحط إعلانات في قناة اليوتيوب بتاعتك وعلى فيديوهاتك. طبعا في الأساس لازم أولا توصل لمرحلة تفعيل الربح في قناة اليوتيوب بتاعتك، يعني لازم يكون عندك 4000 ساعة مشاهدة وعندك 1000 مشترك في قناتك. طبعا بعد ما توصل لتحقيق الهدفين دولت، هيجي ان هو ازاي توضع الاعلانات في قناتك او على فيديوهاتك، وازاي تحقق اكبر مكسب من وجود الاعلانات. طبعا الناس، اغلب الناس يعني متخيله ان انت مجرد ما بتروح وتعمل علامه صح على تفعيل الاعلانات على الفيديو خلاص، ده مش محتاج حاجه تاني. لا، الموضوع في بعض الاسرار والتريكات اللي ممكن تسهم بشكل كبير جدا في رفع مستوى ارباحك من الفيديوهات بتاعتك. خليكم معايا وهنروح مع بعض الكمبيوتر دلوقتي ونشوف ازاي ترفع ان شاء الله من مستوى وجود الاعلانات في الفيديو بتاعك، وازاي تحقق اكبر مكسب من الاعلانات اللي موجودة على فيديوهات القناة بتاعتك. يلا معانا على الكمبيوتر ونشوف مع بعض. اهو بنفتح عندنا اليوتيوب بتاعك، القناة بتاعتك، بعدين بتخش على الكونتنت، محتويات الفيديوهات بتاعتك. هتخش نهوت ونشوف الفيديوهات. هنا مثلا في فيديو 6 دقايق وشوية، وفي عندنا تاني فيديو 14 دقيقة وشوية. طبعا هنخش على كل واحد فيهم وهنشوف ايه هي الفروق في الاعلانات ما بين الفيديو اللي اقل من 10 دقايق والفيديو اللي اكتر من 10 دقايق. هنخش على علامة الدولار ديت، تمام. هيدينا اعدادات الاعلانات، اهو الفيديو دوت متفعل فيه الاعلانات، تمام. طبعا انت لازم تعمل صح على كل الاعلانات. هنا مثلا اعلان الجانبي اللي بيظهر بره الفيديو خالص، هنا الاعلان اللي بيظهر تحت الفيديو، هنا اهوت لو في سبونسر كارد، هنا الاعلان القابل للتخطي السكيبابل، وهنا الغير قابل للتخطي النون سكيبابل. بعدين بتنزل تحت هنلاقي هنا اهوت بقيه الخيارات غير مفعله. ليه غير مفعله؟ لان الفيديو اقل من 10 دقايق. اهو زي ما انت شايف، انت ما تقدرش تتحكم في الاعلان اللي في قبل الفيديو او بعد الفيديو. بس بنخش نهوت ونشوف بقيه المعلومات اللي بيقولها لنا. هنا هو بيقول لك مانج ميد رول اد بريكس ان لونج فيديو. هنا بيقول لونج فيديوز، يعني دلوقتي الاعلان الميد رول اللي هي الاعلانات اللي بتيجي في وسط الفيديو لازم يكون الفيديو طويل. طويل يعني اكتر من 10 دقايق. هنخش نهوت ونشوف. اهو هنا هتلاقي معلومات كتيره جدا بتتكلم عن كيفيه وضع الاعلانات في الفيديوهات الطويله، تمام، وبيشرح لك ازاي تحط الاعلانات وايه هي الشروط اللي تخليك تحط الميد رولز او الاعلانات في داخل الفيديو. انا نوت بجيبها لكم باختصار. هنخش دلوقتي على فيديو اكتر من 10 دقايق ونشوف ازاي هقدر احط اعلانات زياده واحدد مكانها كمان في الفيديو. خش ده الفيديو ده هنا اكتر من 10 دقايق زي ما انتم شايفين. اهو اولا نفعل الربح، نعمل المونتايزيشن اون ونعمل دون، وبعدين زي ما قلنا تايب اوف ادز هنعمل دلوقتي علامه صح على كل انواع الاعلانات. اهو نعمل صح هنا ونعمل صح هنا وننزل ونكمل بحيث ان انت تبقى موافق على كل انواع الاعلانات. تلاحظ هنا بقى الخيارات اللي تحت اصبحت كلها متفعله، اللي هي بيفور فيديو وديورنج فيديو وحتى افتر فيديو، تمام. وبيقول لك ان هو ان اليوتيوب نفسه هو اللي بيحط لك الميد رولز او الاعلانات في وسط الفيديو، او تقدر تخش ان هو في مور، تمام، وتحدد انت الاد بريكس بتاعتك. اهو فواصل اعلانيه تقدر تخش، هو هنا حاطط لك فواصل اعلانيه اوتوماتيك، وادي الدقايق اهوت تقدر نشيلها، نعمل ديليت. اهو بتمسح انت الفواصل الاعلانيه وتختار بمزاجك ايه هي الفواصل الاعلانيه اللي تحب تحطها. يعني اهوت مثلا اول ما حطينا اد ظهر على طول في اول الفيديو حسب المكان اللي انا واقف فيه. نروح مثلا في الدقيقه 5 ونعمل اد بريك، اهو نحط اعلان تاني في الدقيقه 5. نروح مثلا الدقيقه 10 ونعمل اد بريك، اهو بقى في الدقيقه 10. الدقيقه 15 نقف عليها وبعدين نعمل اد بريك، وفي نهايه الفيديو اقف واعمل اد بريك. كده يبقى انا حطيت فواصل اعلانيه في المكان اللي انا عايزه. ممكن تضيف كمان فواصل اعلانيه زياده، يعني بعد دقيقتين تحط فاصل اعلاني
ممكن تغير مكانهم في أي وقت، ممكن تحدد وجود الإعلان بعد فاصل معين، أنت بتتكلم مثلا عن حاجة معينة وبتنقل الموضوع لحاجة تانية، فبتحدد براحتك. وطبعا يفضل إن تكون الإعلانات في أول الفيديو، ما تكونش في الآخر، لأن في ناس كتير ما بتشوفش الفيديو للآخر، فبتحاول تخلي دايما النص الأولاني من الفيديو هو أكبر كم من الإعلان. أهو بتحدد المكان بالظبط اللي انت تقول مثلا جملة معينة او توجه المشاهد لحاجة معينة، وبعدين تحط الاعلان عشان تضمن افضل مشاهدة للاعلان، وفي نفس الوقت تكون موجود وتضمن ان المشاهد هيفضل موجود معاك لحد بعد الاعلان ما يخلص. بعد ما بتخلص كل حاجة تعمل كونتينيو، اهو تتأكد تاني، تعمل بريفيو، تتأكد ان الاعلانات كلها صح وما كل العلامات محمولة صح، وبعدين بتعمل سيف. وكده يبقى انت عملت أفضل إمكانيات للإعلانات بتاعتك على اليوتيوب. أرجو إن أنتوا تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ويا ريت ما تبخلوش علينا بسبسكرايب ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.